أيها الأخوة، وللحديث عن استقبال ولي العهد لمشايخ قبائل اليمن، يسرني أن أرحب بضيفي في الجزء الأول من حلقة مع الحدث في هذا المساء. أرحب بالشيخ مفرح بحيبح، أحد مشايخ مراد بمحافظة مأرب. أيضا أرحب بالدكتورة فائزة عبد الرقيب، مستشارة رئيس الوزراء اليمني. مرحبا بكم معنا في هذه الجلسة، وسعداء جدا أن تكونوا معنا على شاشة الإخبارية. وأود في البداية حقيقة أن تحدثوني عن انطباعاتكم بعد لقائكم بسموي ولي العهد، واستماعكم إلى الكلمة وما دار بينكم بينه من حديث، وأسمع انطباعات الدكتورة في البداية. تفضلي دكتورة. الحقيقة أنا بتحدث عن دلالات هذا اللقاء. لهذا اللقاء كانت دلالات عميقة جدا، وتوقيت، وبالذات في هذا التوقيت، توقيت ونحن نشهد والعالم يشهد والعرب تشهد اندحار الحوثيين والميليشيات الحوثية والانقلابيين، وتراجعهم، وتقدم الجيش الوطني، وتقدم المقاومة الشعبية، وتحرير كثير من المناطق اليمنية، وهم الآن مشرفين يعني على في حدود محافظة صنعاء أو في على مشارف بوابة صنعاء. وأيضا أتحدث عن التوقيت هذا بأنه كان خير وعد وخير ما وعد به الملك سلمان وما وعدت به التحالف على قاب قوسين أو أدنى من التحقيق، وإنما جاءت هذه المقابلة أيضا لتؤكد بأنكم يا شعب اليمن قادمون على التحرر، قادمون على العودة لوطنكم، استرداد وطنكم، اندحار هذه القوى المعتدية الغاشمة. هي رسالة كبيرة وعميقة من خلال هذا اللقاء. لقاءه سمو ولي العهد بالمشايخ وقبائل اليمنية، خاصة المشايخ الذين سندوا الشرعية الدستورية، لقاءه بهم إنما هو يؤكد وتأكيده حول أن هذه القبائل هي قبائل النشامة، قبائل الكرامة، قبائل التي لا تصبر على الضيم. هذه القبائل إنما هي إن جاءت لنا هذه المصيبة بهؤلاء المتمردين، إنما هي كانت عابرة في تاريخ اليمني، وأن هؤلاء هم اليمنيون، وها هي هذه القبائل اليمنية المعشود لها بالبسالة والقوة والشهامة، وأنه لا ينقص من أمر اليمني أي شيء أن نحتل، أن أصبنا بهذه المصيبة، لأنه اليمنيين هم أصل العرب، اليمنيين هم امتداد العمق العربي، العمق الإنساني. لا يسيء هذا الموقف، وإنما هو موقف يؤكد بأنه ما زلنا أقوياء، ما زلنا واستطعنا أن ندحر هؤلاء الناس، وسوف نستعيد بناء وطننا. رسالة كانت عميقة من قبل سمو ولي العهد. نعم الشيخ مفرح، أيضا أنت كشيخ قبيلة، بما خرجت يعني من هذا الاجتماع بعدما سمعت هذا الحديث؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. نشكر قناتكم المميزة، ونشكر كل العاملين عليها. موضوع اللقاء الحقيقة لقاء مهم، ونشكر صاحب السمو ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأدام عزه. أتوا مشايخ اليمن يؤكدوا استمراريتهم في الدفاع عن الوطن وعن اليمن. هم يدافعوا ولكن يؤكدوا استمراريتهم لأخوتهم في المملكة الذي فزعوا على أهلهم في اليمن بالحال والمال، قدموا الدم وقدموا المال، وما هو شيء غريب عليهم في هذه البلاد. دائما ما يضام جار لهم إلا وفزعوا عليه، وفزعتهم على أهلهم في اليمن هي رسالة للعالم كله أنه هناك من يدافع عن الحق العربي. نعم. فكانت كلمة سيدي ولي العهد كلمة عظيمة، عبر فيها عن كل شيء
وإذا هو يقول إن اليمنيين أصل العرب، فنحن نقول إنهم عز العرب، عز العرب من هذه البلاد. ماذا قلتم لسمو الأمير وماذا تريدون يعني تماما منه؟ ماذا قلتم له؟ والله قلنا له شكرناهم، فزعوا علينا وكنا بين يعني قاب قوسين أدنى تسقط اليمن في يد عملاء إيران، كانوا يمتلكوا الطيران، يمتلكوا الدبابات، يمتلكوا المدفعية، إمكانية جيشين، جيش الشمال والجنوب حينها، مخزون 50 سنة، كانوا بايدكوا أهلهم في اليمن ويدمروهم. أهلهم صحيح صحيح أهلهم. لولا عاصفة الحزم والعزم والأمل لكانت الأمور مختلفة كثيرا كثيرا كثيرا. أخرجت هذه القوة من الخدمة، أخرجتها تماما. لن يدمر كل شيء ولكن دمر المهم، الطيران هذه هو فعلا كانوا بايل بجوبها أهلهم في هذه البلد. القدرات العسكرية بشكل عام هذا أحدث توازن فيما بين بينهم وبين الشرعية وبين كمقاومة وجيش. مكننا هذا الموقف أيضا من أن نبني جيش. التحالف بقيادة المملكة أتوا بالحال والمال. أنا سأعود لك شيخ، أعود لك في نقطة، سأعود لك الآن. يعني أنتم هذه الحقيقة المجموعة الكبيرة من مشايخ قبائل التي جاءت وهي ملتفة حول رأي واحد، سأعود لك الآن لتقول لي ما هو، ما الذي ستعملونه الآن، ما الذي تفكرون فيه. لكن أنا أسمع لنا دكتورة أيضا في ما يتعلق بالزمن، زمن المقابلة، زمن يعني تحرك شيوخ القبائل في هذه الفترة، أريد أن أقف عندها الآن، أثرها على القبائل وأثرها على المعارك، أولادهم الذين يخوضون معارك على الجبهات سواء في الجيش الشرعي أو في المقاومة. الحقيقة وللإنصاف والتاريخ أنه القبائل اليمنية منذ الأزل ومنذ التاريخ هي قبائل تمتلك من الصفات القبلية التي المعروف عنها تاريخيا، زي ما قلت بالنشامة، بال يعني بالإقدام، بالكرامة، بالرحمة، إنصاف المظلوم، إيواء المحتاج، وعندها من الأخلاق والصفات الكريمة أيضا من الكثير، سواء في الاحترام والتقدير للآخرين. دائما قبائلنا اليمنية دأبت أنها تساند الحكومة في كل المعضلات، كانت القبائل هي من تشد من أزر الحكومة. دكتورة سمعنا في كلمة سمو ولي العهد أنه التحالف، تحدث باسم التحالف، والتحالف دول عربية كبيرة كثيرة صحيح. ودول إسلامية، أن التحالف معكم، يسندكم، نعم، يدعمكم، صحيح. يعني هذا الكلام يعزز فعلا الدور الذي يجب أن يقوم به. ما هو الحقيقة أنا أقول أنه انطلاقا من هذا المنطلق، لولا هذه المباغثة اللي جاءت يعني من قبل انقلاب جيش كان يؤمل أن يكون جيش وطني، انقلب على شعبه وعلى وطنه بزعامة الميليشيات وقيادة الميليشيات نفسهم. لذلك لاحظ أنه القبائل التي كانت زي قبائل مأرب والقبائل البعيدة عن العاصمة نفسه استطاعوا أنهم ينتصروا للموقف للشرعية، استطاعوا أنهم زي ما قال الشيخ أنهم أسسوا نواة الجيش الوطني الحديث الذي ممكن يعول عليها المقاومة، التحمت مع الجيش. هذه هو استجابة لما بدأ به التحالف. التحالف بدأ زي ما قال بالغطاء القوي، بدأ وبالتالي هم استجابوا للمقاومة ورفض الانصياع ورفض التعاون مع الميليشيات الانقلابية. اسمحي لي دكتورة، أنا سأعود لك أيضا أستاذ الشيخ مرح، بس معي الشيخ عبد الله صعتر، عضو المجلس الأعلى للمقاومة في صنعاء. مرحبا بك معنا الشيخ عبد الله. حياكم الله شيخ عبد الله. يعني بما خرجت من لقائك ليلة البارحة بسمو سيدي ولي العهد وحواركم الأخوي معه، استمع إليكم واستمعتم إليه، بما خرجت بالنسبة
بالنسبه للقاء يعتبر اللقاء الاول من نوعه، ونحن نقول ان الذين يعني قاموا بالمقاومه ابتداء هم قبائل اليمن، يعني عندما سقطت الدوله وسلمها على عبد الله صالح للميليشيات، ولم يبقى هناك يعني اي وحده عسكريه يعني مؤيده للشرعيه والرئيس يعني محاصر، وبعد ذلك خرج من عدن، فبدات المقاومه القبليه، ومن قبل ايضا كان لها دور في عمران وفي ارحاب وقبائل همدان الذين قدموا الكثير من الشهداء، وايضا عندما يعني تكون الجيش الوطني يعني في البدايه ما كان هناك وحدات عسكريه نقول اعلنت انضمامها اليه وكونت النواه، وانما كان هناك ابناء القبائل، وبدا بعض القاده مثل الشهيد عبد الرب الشدادي رحمه الله، فالدعم الموجود من سابق من قبل من ليس من اليوم، نحن لا نقول ان سمو ولي العهد بدا الان، الدعم من المملكه من قديم، لكن نقول انه جدد ما كان قد تعهد به من قبل يعني اباه واجداده من دعم الاشقاء في اليمن، واثنى على الشعب اليمني، وهذا الموقف موقف مشكور وسيسجل يعني على مدار التاريخ، يعني موقف مشرف وموقف مشكور، نحن نعتز بمثل هذه الثقة بالشعب اليمني، وسيكون الشعب اليمني إن شاء الله محل هذه الثقة، سيكون الشعب اليمني أول من يبذل الدم إذا تعرض أي قطر من أقطار الجزيرة لأي عدوان، فكل من وقف معنا لن ننسى وقوفهم بالدم وقوفهم بالمال ووقوفهم المواقف السياسية في المنظمات الدولية والإقليمية والمنظمات العربية والإسلامية، ودعمهم لإنشاء الجيش الوطني والحكومة الشرعية وعودتها من جديد من الصفر، بناء دولة من الصفر وبناء جيش جديد من الصفر، ويعني عودة المؤسسات إلى عدن ودعم البنك المركزي، بل وأكثر من هذا الإعمار، وبدأ صندوق الإعمار وأيضا المؤسسات التي تقوم بالأعمال الإنسانية وتقدم الخير الكثير، مؤسسة الملك سلمان للإغاثة تقوم بجهد كبير، فالموقف الذي يعني أبداه سمو ولي العهد جزاه الله خيرا موقف يسر وموقف مشرف وهو المعتاد، يعني ليس شيئا جديدا على الأشقاء في المملكة، هو أمر تعودناه من زمن وتعوده آباؤنا وأجدادنا والكثير من أبناء اليمن ولدوا. نعم شيخ عبد الله، شيخ عبد الله، بعد هذه الجلسة وبعد هذا الحوار الآن أنتم كمشايخ قبائل ومع أيضا سمو الأمير، حديثكم ما يعني ما الخطوة التي يجب فعلا أن تبادر بها القبائل أو تتخذها في المرحلة القادمة؟ المطلوب الآن أن يقوم كل واحد بترتيب أصحابه وقبائله للحشد لإكمال تحرير ما تبقى من المحافظات تحت سيطرة الانقلابيين، يعني سيكون هناك فعلا الإثبات على الميدان عن المشايخ، فعلا المشايخ صدق وعود المشايخ لولي العهد سيكون في الميدان في الجبهات، ليس أمام وسائل الإعلام، وإنما يعني في الجبهات، من الذي سيثبت فعلا ويقف يعني لإكمال تحرير ما تبقى من المحافظات وإيقاف المشروع الصفوي الإيراني من التمدد والقضاء على الدول العربية وعلى العروبة وعلى الإسلام وعلى ثقافتنا وأصالتنا، وبالتالي نحن ننتظر من المشايخ وهم أهل لأن يقوموا بهذا أن تكون مواقفهم في الميدان قوية، وأن يكون كل واحد مع أصحابه في الخنادق، يعني الانتقال من الفنادق إلى الخنادق، يعني نقول اننا هنا ما جئنا فقط نسجل موقف امام وسائل الاعلام، انما هو فقط من باب يعني التذكير بقضيتنا، وبعد ذلك سيكون للقبائل ان شاء الله مواقفها، واولها قبائل قوق صنعاء من قبائل همدان وارحاب وبني مطار وعيال سريح والحيمتين وحراز وبلاد الروس وسنحان وخولان ونا وبني عشيش وبني الحارث، هؤلاء الذين هم عليهم البدايه الان، وقبائل تهامات بتحرير الحديدة، وقبائل يعني أيضا مأرب وشبوة لإكمال تحرير بيحان، ثم الانطلاق لتحرير البيضاء،
وقبائل لحج وضالع وتعز وإب لاستكمال تحرير تعز وإب والمناطق التي بجوارهم. وإن شاء الله عز وجل سيكون الموقف الذي يسير بإذن الله، وأنا أتوقع أن يكون ذلك قريبا بإذن الله تعالى. شكرا، شكرا جزيلا لك الشيخ عبد الله ساتر عضو المجلس الأعلى للمقاومة في صنعاء، شكرا لك على مشاركتك. عودك الشيخ مفرح تفضل. أما عن ماذا سيتم بعد هذا اللقاء أو ما هو المطلوب من هذا اللقاء؟ هذا اللقاء الحقيقة منه المطلوب الكثير والكثير. المطلوب من اللقاء هذا هو توحيد الجهود وحشد الهمم ومساندة الجيش الوطني والمقاومة في الجبهات كلا من موقعه لاستكمال لتحرير لاستكمال تحرير ما تبقى من تراب اليمن تحت سطوة الحوثيين وصالح. هذا هو المطلوب، وكما قال العالم الجليل ضيفكم عبد الله صعتر المطلوب الآن العمل على الميدان، والميدان هو ذي يقيم المواقف. صحيح. أنا أدعي كل الأخوة، نحن أولى بأن نضحي، أولى بأن نقدم، ذي نقدم ونقدم، ولكن إخواننا برضو ذي يقدموا أكثر مما نقدم في كثير من الأمور. نعرف ما يعانوا مثلا في العلاقات، في العلاقات الدولية، ربما معنى هذا الموقف دخلهم في مواجهة وإحراجات مع الآخرين. من الإمكانيات يعني ساعدوا بالمال بالحال بالدم بكل ما وجب أن يقدموه لأهلهم ولأنفسهم قدموه في اليمن. ونحن كيمنيين أنا أقول هذا الكلام لنا، أنه علينا أمام الله ووفاء لشهدائنا ووفاء لمن قدموا الحال والمال معنا أن نحشد الهمم. وأنا أقول الحوثي لن يكون ذاك القوة المخيفة فقط. هل كلمة الحوثي مؤثرة في اليمنيين أكثر منكم أنتم الشيوخ القبائل؟ أنتم لكم يعني لكم امتداد، أنتم يعني جزء من مجتمع كبير قبلي، يعني كلمتكم مسموعة، رأيكم مسموع، وأنتم ترون الآن أبنائكم تغير حتى عقائدهم الآن، يعني تغير انتماءاتهم لوطنهم، انتماءاتهم لأمتهم، لجيرانهم، لتاريخهم، لأهلهم حتى. يعني دوركم هنا الآن في هذه الحقيقة هذا حصلوا الحوثيين على فرصة في الفترة هذه مضت في حكم علي عبد الله صالح، وكان مظلة لهم، وفر لهم الغطاء يدرسوا الناس بما يريدوا. وفعلا في هذه الفترة هذه مضت تقريبا من 79 إلى 2011 وهم يدرسوا أجيال في أجيال في أجيال، فعلا أثروا على عقائد الناس. إذا نحن أمام تاريخ سيء حقيقة لا بد أن يحسم الآن. فالحقيقة لن يكون أكثر تأثير على واقع الناس، وهي فترة مضت كان من يعتقد أن هذا هو الخيار الأفضل، فإذا هم يجدون أنه الخيار الأسوأ. الخيار الأفضل الآن ما هو؟ الخيار الأفضل هي الشرعية. نعم، هذا هو الخيار الأفضل، وذي وصلوا الناس إلى قناعة. جميل، انه هذا هو الخيار الافضل. ما بقى معي بس وقت حقيقه، بختم معك دكتوره ايضا. الان الدور الذي فعلا يمكن للرموز المجتمعيه هذه ان تقوم في هذه المرحله الان بعد دعم التحالف. امس سمو الامير قال ان التحالف كله والعالم التحالف التشكيل عربي واسلامي ومعهم. الحقيقه احنا المشكله القبليه ودعم للشرعيه هي كانت عليها اكثر من سؤال، يعني خاصه انه الموضوع القبلي غير الموضوع العسكري غير الموضوع المدني. هناك علاقات زي ما قلت لك وترابط قبلي احيانا. رجل القبيله عندما تكرم ويكرمك
وعندما تقف معه في مواقف يوقف معك. لذلك حتى في الحزام حق صنعاء الآن أنا لا أتوقع أن تلك القبائل هي موالية للانقلابيين، ولكنها ربطت بوشائق معينة تاريخية، علاقات أسرية، مصالح قدمت لهم لتأمين محافظة صنعاء في السابق خدمة للنظام نفسه. ولذلك التأخر في هذا الموضوع والإقناع والإقدام ورفضهم الصمت، هم عموما حتى الآن هم صامتين، هم لا يساندون. كيف ترى التحرك الآن شيوخ القبائل؟ شيوخ القبائل هؤلاء الآن الذين حضروا هنا والقبائل كلها المحتشدة هي تستطيع بلغة القبيلة، بعلاقات القبائل نفس المتبادلة، لأنه إحنا عندنا مؤسسة قبلية كبيرة. صحيح. ولها من يرعاها ولها من يقودها، وهم لهم طقوسهم الخاصة وقناع وكيف يديروا هذه المسألة السياسية والمسألة أمس لوحظ في حديثهم الأمير احترام فعلا، هذه الدعوة احترام فعلا لهذه الرمزية الموجودة في المجتمع. نحن نحترمهم ونقول يعني لهم واضح فعلا احترام هذه البيوتات وهؤلاء. نعم، هم هم يعني هم أصحاب كلمة عندما يقولوا لا يقفوا عندما يقولوا لا. ولذلك متوقع أنه القبائل المحيطة بصنعاء يجب أن تسترشد أو بهدي القبائل الأخرى التي رفضت وانتقلت للشرعية. القبائل اللي كانت بعيدة عن العاصمة هي الآن مع الشرعية في الجيش وفي الحرب وفي السلم وفي كل شيء صارت، وبالتالي عليهم. ولكن لابد من يعني زيادة الحشد زي ما بنقول وتأكيد هذا الموقف، وتقع المسؤولية الآن على القبائل أن يلعبوا دورا أساسيا في تحفيز القبائل الأخرى. سؤال سريع بس للشيخ عشان بختم، سؤال سريع يعني، هل ترون أنكم الآن فعلا أنتم في فرصة فعلا أن تستعيدوا أنتم، لأنه حتى في عهد علي عبد الله صالح كانت مشيخة القبائل أيضا تتعرض إلى 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 إضعاف يعني وتعمد إضعافها عبر تاريخ، يعني هل ترون أنكم الآن أمام مرحلة فعلا ستستعيدوا فيها قيمتكم في قبائلكم كشيوخ قبائل ودور يعني مجتمعي بشكل سريع؟ الحقيقة علي عبد الله صالح هو من دمر القبيلة وهو من نخرها، لم يترك أسرة إلا واخترقها، ولم يترك قبيلة إلا واخترقها، ولم يترك قبيلة إلا وقاتل بين قبيلة وقبيلة. ومن 2011 انتهت كل المشاكل بين القبائل، هذه كان الدم بينهم رايق، قاتلوا الحوثي من محجة واحد، فأفضل ما جابه الحوثي أنه وحد المتقاتلين من القبائل. المتقاتلين بس يقاتلوا معه في صفه. يقاتلوا من؟ يقاتلوا بقية اليمن؟ لا، قلت لك هم وحد القبائل المتقاتلين ضد الحوثيين. جميل. مثلا أنا أقول لك احنا مراد كنا احنا وعبيدة نتقاتل إلى أن جاء الحوثي قاتلنا الحوثي من مترس، ظهر عدوكم الحقيقي ظهر. أيوه، وعناء الحوثي. نعم. معناته أنه هذه يعني للحوثي تحسب له. أما علي عبد الله صالح فهو من دمر. نتمنى لكم فعلا دمر الجيم، دمر الإخلاق. فأنا أكد لك أنه القبيلة ستعود في مكانها، ويعود اليمن إن شاء الله، ويعود اليمن فعلا. شكرا لك يا شيخ. ورجع أهل شكرا لك شيخ. فعلا المستقبل إن شاء الله يمضي بخير يعني لكم أنتم كرموز يعني في هذه القبائل، وإن شاء الله مستقبل اليمن. شكرا جزيلا لك. شكرا لك دكتورة. إذا كان معي في هذا الجزء من ساعة الحدث مع الشيخ مفرح بوحيبح أحد مشايخ مراد في محافظة مأرب، شكرا له. ومعنا أيضا الدكتورة فايزة عبد الرقيب مستشار رئيس الوزراء اليمني. ما زلنا معكم أيها الإخوة، نتابعوا هذا التقرير ثم نعود بعده نتحدث مع ضيوفين آخرين. نلتقي. تحدت القبائل اليمنية ميليشيا الانقلاب والمخلوع صالح وأوقفت تمدد الحوثيين في مناطق مختلفة، فكانت سدا منيعا ودائما للجيش الوطني من أجل استعادة الشرعية اليمنية، وشاركت في مختلف جبهات القتال وتصدت لمخطط الانقلاب على الشرعية. وبرغم محاولة المخلوع المتكررة لاستمالتها، لكنها أبت إلا أن تكون مع الشرعية. وبعد أن تكشفت كل أوراق الانقلاب وخاصة المخلوع الذي كان يزرع الفتن بين القبائل أبان حكمه. القبائل اليمنية في مختلف المحافظات رفضت الانقلاب وحاربت الميليشيا وقدمت الكثير من أجل استعادة الدولة المنهوبة من الانقلابيين.
وكان لقبائل طوق صنعاء وبقية المحافظات إسهاما كبيرا في مساندة قوات الجيش الوطني في التقدم في مختلف الجبهات، وخاصة الجبهات المتاخمة للعاصمة اليمنية صنعاء التي شاركت بقوة في الدفاع عن الوحدة واستعادة الشرعية. ولا تزال معظم القبائل تمثل صمام أمان للجيش الوطني وتخوض معارك شرسة ضد الانقلابيين. ويرى السياسيون أن المخلوع فقد الكثير من القيادات القبلية التي كان يعول عليها كثيرا بعد أن أيقنت تلك القبائل أنها أمام مخطط يهدف لتدميرها والنيل منها ومن مكانتها. ويرى الكثير من المراقبون أن القبيلة لعبت دورا مهما وستلعب أيضا أدوارا بارزة، خاصة قبائل طوق صنعاء التي ستكون عونا للجيش الوطني والشرعية في استعادة العاصمة المنهوبة في ظل تحقيق الجيش الوطني انتصارات ساحقة، وسيقلب الموازين على الميليشيا وسيغير من سير المعارك بعد أن أصبحت قوات الشرعية على تخوم العاصمة صنعاء لاقتحامها واكتثاث الانقلاب وإعادة الحق لأهله. عبد الفتاح غلاب لبرنامج المشهد اليمني. أهلا بكم أيها الأخوة مجددا، وأرحب بضيفي في الجزء الثاني من حلقة مع الحدث. معنا الشيخ ناصر دعقين وكيل محافظة حجة وأحد مشايخ المحافظة. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. أيضا معنا أيضا الشيخ والشاعر أيضا مجلي القبيسي، عضو المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء. مرحبا بك معنا الشيخ مجلي، سعيد أن تكونوا معنا في هذا الحديث. ولعلنا نسأل حوارنا معكم بمقابلتكم أمس مساء البارحة لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يعني نريد حقيقة أن نسمع يعني انطباعاتكم، ما الذي فعلا قلتموه وما الذي سمعتموه أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اسمح لنا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك الشكر لولي عهده ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على كرم الضيافة وعلى حسن الاستقبال وعلى رعايتهم لهذا اللقاء لمشايخ وقبائل وأجيال اليمن. صراحة كان لقاء تاريخي، يعني يعطي اهتمام بمشايخ اليمن ويعكس مدى ترابط والتلاحم الأخوي بين البلدين. كان اللقاء يعني الكلمة الذي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أثلج صدور اليمنيين، سواء كان المشايخ والأعيان ورجال القبائل الكبرى مشايخ اليمن في المؤتمر، أو عكس الكلمة على مستوى الداخل. تلقينا اتصالات كانت مرحبة ومؤيدة من داخل اليمن، من داخل اليمن على هذه الكلمة التاريخية، ذكر اليمن بمكانتها وحبها وتقديرها الذي تربط المملكة بحب وجدان الأخوة والعروبة والوفاء والإكرام والإقدام. فكان الاجتماع دافع وحيز قوي، لا سيما أنه يرتبط بجميع بزعماء وعشائر القبائل اليمنية. جميل جميل. أسمعك شيخ أيضا مجلي، أيضا انطباعاتك لما بعد سماعك لكلمة سمو الأمير. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي في البداية أن أشكر ولي العهد لحسن الاستقبال وكلمته القوية الخالصة المخلصة، و يعني بصدق كانت كلمة منصفة، وقد أنصفوا بأعمالهم قبل أن ينصفوا بأقوالهم، ونحن نفتخر بالأجداد ونعيش فخرهم، وكذلك بالأبناء وها نحن نعيش بفخر الأحفاد من أسرة عريقة. إذا تساهل أحدهم فجاء الآخر بالحزم والعزم. اللقاء كان جيد ومحل ثقة
وإن كان هناك تقصير فهو منا نحن اليمنيين. أما المملكة والملك وولي العهد والأمراء فالواضح يعني عيان أنهم يبذلوا جهودهم من كل النواحي، سواء العسكرية والمالية والإنسانية والإغاثات وكذا، الذي نريده منهم الاهتمام بالجانب الجرحى والشهداء فقط، وهذا حتى السبب يرجع إلى تساهل منا أيضا. جميل جميل، سأتي على هذه النقطة. أعودك شيخ ناصر، أنتم مجموعة حقيقة، عدد كبير حقيقة من مشايخ قبائل اليمن، وهذا كما أشرت أنت أنه هناك أصداء، تصلكم أصداء من داخل اليمن، ويعني رد فعل إيجابية على الخطوة على هذه المسألة. إلى أي مدى ترون أنها ستؤثر فعلا على المعارك، على الجبهات، على المقاومة، على يعني التشكيلات القبلية عندكم هناك في بلدكم؟ اجتماع قبائل اليمن في الرياض أمس أولا له دلالات كثيرة، منها وحد زعماء العشائر وأصبحت وحدة القبائل اليمنية في مواجهة الخطر الانقلابي الحوثي الفارسي الذي يهدد أمن اليمن واستقراره وأضعف النسيج الاجتماعي بين القبائل. هذه بحد ذاتها الاجتماع لمشايخ اليمن هي نصر، وهي بداية قوة وعزيمة. جميل. طبعا الحوثي والانقلابيين وصالح استغلوا ضعف خلافات القبائل، وحاولوا ان يتم ان 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 ان, أن يستغلوا هذا ضرب القبائل ببعضها البعض. ومع ذلك ان شاء الله بهذا اللقاء الذي حصل في الرياض اليوم له انعكاسات كبيرة. اولا ستكون هناك دافع لدى القبائل اليمنية ثقة كبيرة في التحالف العربي وعلى رأس المملكة العربية السعودية، أن هناك قوة ورأي وجاد لإنقاذ اليمن من صرف هؤلاء الإنقلابيين، وسيكون هناك وقف للحشد الميليشاوي من قبل القبائل، سيكون هناك وقف هذه الحشد. جميل. سيمنع منع إن شاء الله، وسيعطي دفعة جديدة لبقية القبائل للانضمام إلى الجيش الوطني ودعم ومساندة الشرعية، ممثلة بخامة الأخ رئيس الجمهورية ونائبه الفريق علي محسن صالح وحكومته، لدعم الجيش أيضا الوطني في جميع الجبهات ورفدها بالرجال والقبائل والأبطال في كل القبائل اليمنية. نحن أمس التقينا بكل المشايخ والتقى وتصافحوا تحت مظلة المملكة العربية السعودية وتحت رعاية هذا المضيف الكريم ابن الكريم والأصيل الذي جمع هذا الحشد القبلي الذي بكل مشاربهم من صنعاء إلى حضرموت إلى عدن إلى حجة إلى صعطة إلى ذمر. هذه نصر كبير. جميل. يعني نفتخر به ونعتز. بالنسبة للانعكاسات دور المشايخ لا شك أنه خرجوا بمعنويات كبيرة، خرجوا بثقة وإرادة وعزيمة، خلفهم تحالف قوي سيحمي قبائلهم وسيرعى اليمن وسيقوم بحماية هذا البلد الغالي وعلى ثقة في تحريره الذي إن شاء الله سيكون الأمر البارق الذي سينشده اليمنيون، وسينتهي الحوثي وأزلامه الذي وعد القبائل بالرخاء والأمن والاستقرار وما وعدهم إلا وعده في ضلال وفي غرور وفي دمر وفي قتل وتشريد. نعم، اسمحوا لي معي الحقيقة معالي وزير الدولة الأستاذ عثمان مجلي وأحد أيضا مشايخ صعد، أليس كذلك؟ مرحبا بك معنا معالي الوزير. أهلا بك. حقيقة نحن نتحدث عن انطباعات اللقاء مع سمو سيدي ولي العهد وحديثكم معه بالأمس، وما يمكن أن يكون تابعا بعد هذا اللقاء ومدى تأثيره على القبائل اليمنية وعلى المقاومة وعلى المشهد اليمني بشكل كبير. يعني أولا مساء الخير. الحقيقة اللقاء كان ممتاز ورائع جدا كل ما تعنيها الكلمة المعنى، حيث وقد كان الحضور يمثلون الخارطة اليمنية بشكل كامل، ويعني الحضور كان حضور مميز ونوعي،
وإن دل على شيء فإنما يدل على يعني عمق العلاقة لما بين قبائل اليمن وإخوانهم وشقائهم من المملكة العربية السعودية حكومة وقيادة وشعبا، وحضورهم إلى الرياض وتأكيد ودعم للشرعية ويعني دعم لعاصفة الحزم، ومطالبين لإخواننا وشقائنا في المملكة العربية السعودية كقيادة الاتحاد وجميع دول الاتحاد العربي باستمرار عاصفة الحزم إلى أن يتم تطهير كافة الأراضي اليمنية من بطش الإنقلابيين الذين أرادوا أن يسطوا على الحكم وعلى الشعب اليمني بقوة، وبالدعم الخارجي المدخل في دعم إيران التي آذت الوطن العربي والأمة الإسلامية بشكل كامل، ولكن في هذا التلاحم الأول في التحالف وتلاحم أن شعبي وقبلي سيهزمون إن شاء الله ويخرج مشروعهم. وفي كلمة سيدي ولي العهد الجواب الشافي والواضح لكل متسائل، حيث كانت كلمة قوية وواضحة، حيث قال نحن يعني والأخوان وأشدائنا في اليمن لحمة واحدة ولن نتخلى عنهم ولا على اليمن حتى آخر يوم في حياتنا. فهذه رسالة واضحة للجميع ولا تحتاج إلى تفسير أو معنى، إلا أن الناس من قوة إلى قوة بإذن الله تعالى، وماضون إلى تحرير الأراضي اليمنية كاملها من رجس الإنقلابيين وعودة الشرعية وعودة البناء والأمن والاستقرار. وسيبادل القبائل اليمنية هذه اللفتة الكريمة من حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها المضياف الوفاء بالوفاء والوقوف إلى جانب عاصفة الحزم عاصفة الأمل وإلى جانب الشرعية وفي تثبيت الأمن والاستقرار وبناء اليمن الموحد الواحد إن شاء الله تعالى. نعم شيخ عثمان، أنت طبعا صنعاء في صعدة حقيقة، وصعدة هي نقطة ساخنة الآن. هل تلقيتم اليوم يعني ردود أفعال من القبيلة من العناصر المجتمعية التي تتواصلون معها حول خطوتكم هذه؟ ما الذي يمكن فعلا أن ينعكس تأثيره إيجابا على وضع صعدة بحكم أنها مركز وبؤرة للانقلابيين حاليا؟ بالنسبة للمحافظة الصعدة هي تعتبر مركز الانقلابي ومركز المد الإيراني الحقيقي داخل اليمن، وهي إذا قلنا هي التي في خاصمة المملكة العربية السعودية، ونحن جيران المملكة السعودية بشكل خاص واليمن بشكل عام. وانتجت هذه المنطقة منذ فترة طويلة من قبل الأعداء الأمة في إيران وفي غيرها لإذاء اليمن وإذاء جيران اليمن. ولكن أؤكد لك أن أبناء محافظة الصعدة ليسوا من الانقلاب، وقد خاضوا معارك كثيرة ضد هذا الفكر وضد هذا الانقلاب رغم الخذلان الذي حصل عليهم، ولكنهم الآن متفائلين بالعاصفة ويطالبون بسرعة تحريرهم ووصول الجيش الوطني بكل قوة وفاعلية إلى أراضي صعدة إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهم في شوق إلى اللقاء مع أخوانهم في الجيش الوطني والتعاون معه، وبإذن الله أن صعدة ستكون في أيام قادمة إن شاء الله تحت راية الشرعية، وسيزاح عنها غبار الانقلابيين والضلاليين والفاويين الذين لم يرعوا في شعبنا وفي أبناء محافظة الصعدة لا إلا ولا ذمة، حيث استحلوا فيها كل ما حرم الله من تدمير وقتل ونهب كل الممتلكات الخاصة والعامة، وتدمير البنى التحتية والمنازل الخاصة ودور العلم ودور الحديث وما إلى ذلك من أشياء وجرائم لا تخفى على أحد. شكرا جزيلا لك الشيخ عثمان المجلي وزير الدولة اليمني وأحد مشايخ صعدة، شكرا لك. أعود لك الشيخ مجلي، أيضا كان تحدث الشيخ ناصر عن الدلالات هذا اللقاء، أيضا نريد أن أيضا تحدثنا عن دلالات هذا اللقاء. اللقاء له دلالات عديدة وواضحة، وأهمها أن المواطن المنتظر الشرعية هناك بفارغ الصبر عندما يرى هذا الاجتماع من كل أطياف اليمن وقادته، يعيد له الأمل، وبالذات في هذه الفترة التي مضت 7 شهور أو 8 شهور بدون مرتبات الجهتين والناس في حالة يرثى لها، فهذه الاجتماعات تعيد الأمل. أيضا تذكر من لم يذكر العلاقة
المتينة بين السعودية وقبائل اليمن، وإن كان هناك ناس نسيوا هذا الجميل تذكرهم أيضا أن الذي من الواضح أنه المملكة العربية السعودية تستطيع أن تذكر من لم يذكر، لكنها على المدى الطويل تفعل ولا تقول أنا فعلت، والذي يجحد وينكر هذا يغلط نفسه. لو جئنا ننظر إلى أشياء بسيطة مثلا، من الناس من يقول هذا عدوان، هذا كذا، هذا هؤلاء جاءوا يا أخي بكل بساطة 7 شهور بدون مرتبات، والموظف اليمني معروف لو بدون رتب على طول يموت، ما بيش ولا حاجة لا زراعة ولا. هناك 2 مليون مغترب، أنا أشهد أنه في أي ضائقة الآن يعني بيلتجوا المواطنين إلى المغتربين فوق الأسر التي هم يعولونها. هذه نقطة الناس أغلبهم ناسيلها، يعني الشعب الآن عايش على المغتربين، حوالات يعني مساعدات كذا. أنظر أنا عندي نفسي إذا أردت أن أعاون ناس هذا معسر وهذا عليه مرض وهذا كذا كذا ألجأ للمغتربين أنا بدون ولأول مرة أعلنها هذه. أين تصير ما فيش ولا مجال، حتى الشرعية للآن ما قد عجلة ما قد قلبت. فلذلك هذا اللقاء كان لقاء مبهر حقيقة وله ما بعده إن شاء الله وبإذن الله إنه سيكون. أنا سعودك أسمع القصيدة منك إن شاء الله، نسمع القصيدة. أنت أمس لقيت قصيدة ظهر عند سمو السعودي، أسمعها منك الآن. بس أتحول الآن للشيخ ناصر. الشيخ ناصر أيضا الرسائل الآن، في رسائل فعلا نشر لها الشيخ مجلي رسائل للداخل فعلا، بأنه فعلا أنه هذا هو المصير الحقيقي، وأنا ليس للأخ إلا أخاه. يعني شوف يا أخي العزيز، لا، المملكة العربية السعودية من بداية نشوء الجمهورية وهي حاضنة للقبائل اليمنية، وعلى رؤوسها أيضا المشايخ القبائل. ما في الشيخ إلا وله معروف من قبل المملكة العربية السعودية، ولا حكومة ولا دولة إلا ولها دور من قبل المملكة العربية السعودية في رعايتها والاهتمام بها. هذا ما حد ينكر هذا الكلام إلا جاحد وقليل معروف. احنا ذا الحين مشكلتنا ذا الحين ما عاد احناش مشكلة مع هؤلاء الذي جاءوا لنا بعنصرية وسلالية وانتقام وقتل القبائل وتشريد بخلق الله، وجوا على اساس يأسسوا قالوا دولة ويخدموا القبائل، وفي الاخير لا عاد اهتموا بشعب ولا اهتموا بنظام ولا اهتموا بقبائل، ودخلوا العالم في حرب وفي تدمير وفي ما الذي تتعرضون له الان انتم كمشايخ قبائل؟ ما الذي تتعرضون له الان من الانقلابيين الان يا اخي العزيز؟ القبيلة والشيخ القبائل هم أهل دولة، لديهم قوانين وأسلاف وأعراف. القبيلة لحد ذاتها تحترم مؤسساتها، تحترم الدولة كدولة. هؤلاء جو نسجوا كل القيم والأخلاق والأعراف والأسلاف. أصبح الشيخ، أصبحت العشيرة مسلوبة الحرية، مسلوبة تحافظ على كرامتها. القبيلة من يعني هي ركيزة من ركائز دعائم الدولة. أنا أقول يعني أساءوا إلى القبيلة أنها وأنها وأنها صاحبة الفتن، صاحبة المشاكل. لا بالعكس، القبيلة هي صاحبة من يعني من ركائز وأهم دعائم الدولة. جميل، أنا ودي نسمع القصيدة حقيقة التي أمس تفضلت في القائمة. كاملة ولا؟ أعطينا منها في حدود 4 دقائق كذا، أتفضل حتى نقول لك كفى. يعني حسب ما يسمح بالوقت الآن، لأن الوقت على طرف الآن يعني. تفضل. قال من المكلا، قال أخو رضوان قويت المسير، لبيت من لبى ونداء الأبطال في يوم الكفاح، لبيت مكة ذي سكنها صاحب الوجه المنير، ومدينة الوحي السماوي والتآخي والصلاح، جينا ربوع المملكة فدوة ملكها والأمير، واخترت من صبح القوافي مدح في نور الصباح، والشعر في من يستحق الشعر يسعدني كثير، رغم أن شعري طول عمري ما يجي باب المداح. ما أنا من النوع الذي يطلب ورا شعره شعير، انصلح ووضعه صلح ولا قلب نفسه صلاح. لا لا وربي ممدح الله صاحب الخير الوفير، والصح والمنطق خياري مثل مختار الصحاح، طبعي كذا لأن القصيدة غالية عندي كثير، والغالية ما يمكن أعرضها على من جاء وراح. إن قلتها ما أقول هلا في جبل شامخ كبير،
مثل الملك ذي ما يبالي بالعواصف والرياح، والآن بعلم ما نظمته في طريقي والمسير والضيف في حكم المضيف. بعد إذنك والسماح استأذنك يا ناصر المظلوم ومعين الضرير، ومنقذ الشعب اليماني قبل تجتاحه سجاح. اسمح لي اقرأ ما كتبته يا جناحي يوم أطير، وبدون إذنك لن يطير الطير ذي ما له جناح. إن طار دون جناح وقع واصبح الموقف خطير، ونظل واقف في مكانه ما تحقق له نجاح، ونسار بقدامه في الصحراء سفر كم بايسير، والبحر من خلفه ومن حوله وقدامه ضياح. ما بيطير إلا بأمرك في البداية والأخير، شعب اليمن لا تتركه يشكي من الضيق الفساح. شعب اليمن وضعه خرب وانته على صلاحه جدير، وإحنا جنودك كل ما ناديت حي على الفلاح. شعب اليمن ذي خانه الحوثي ومولاه الحقير، وحرض عدانا علينا واعتلى صوت النباح. الحوثي الغدار ذي جاي يحتفل يوم الغدير، قال النبي شل الولاية حق أبو جده وراح. وإخوان يوسف هكذا زجوا بيوسف واصطبير، والذئب من دمه بري وكاد والذئب الرباح. وهل البدع والشعوذة والزيف والباع القصير ما شيلهم غاية سوى الفتنة ومبدأ قاح قاح. اللي يقولوا الموت لإسرائيل واتجهوا عسير، واللي يقولوا الموت لأمريكا ويتجهوا سناح. عهودهم لا عهد وتشبه عهود بني النظير، ونهجهم ذي ينهجوا كله مذلة وانبطاح. ذي يرخصوا دم اليماني واغلوا الماء والعصير، واصبح دم المسلم وعرضه عند خامن إي مباح. وانت سلاحي يا جويري لا دعدا عن نفير، والحال واحد كلنا نسعى لتضميد الجراح. قال وانا سلاحك في النوايب يوم تحتاج السلاح، والجار ماله بعد جبار السماء غير الجوير، والحال واحد كلنا نسعى لتضميد الجراح. هم باتسيروا مننا ومنكم وان بانسير، ان طاح جاري طحتنا وان طحتنا في الجار طاح. احنا عرب وانتو عرب والدين واحد، والمصير والدم بالدم اختلط، وتخضبت كل الرماح اتغلقت وانتولها المفتاح يلو انتغلقت وانتولها المفتاح في الوضع المرير، وتفتحت وانتو غلقها في زمان الانفتاح. واللؤلؤ المكنون ما يسكن سوى البحر الغزير، والطيب من طيبه وطيبه شمها بالطيب فاح. والحزم لأهل العزم والتصميم لأصحاب الضمير، والجد من جده وجده ما يحبون المزاح. خير العرب من هو بوجه الشر شر مستطير، وشرهم من يلتزم بالصمت والدنيا صياح. اتشاوروا ما يندم الله آدمي ما يستشير، والصبر مفتاح الفرج لا حد يقول في الحرب آح. والحرية والعز والتحرير خير من الحرير، عزه في الدنيا وفي الجنة سعادة وارتياح. صح لسانك، شكرا سلامة. جزيلا لك، قصيدة جميلة، وفي رجل لا يستاهل ويستحق قصيدة، ولا شك أنك شاعر في طبيعة الحال وجدت هذه القصيدة. شكرا جزيلا لك. وأيضا حقيقة وصلنا إلى نهاية الحلقة شيخ ناصر، ودنا أن الحديث حقيقة طول، لكن أشكركم الشيخ ناصر دعيقن وكيل محافظة حجة واحد مشايخ المحافظة. أيضا شكرا لشاعرنا، وأيضا الشيخ مجلي القبيسي عضو المجلس الأعلى للمقاومة في صنعاء. شكرا لك شيخ مجلي، وإن شاء الله نلتقي في حديث أخرى في اليمن إن شاء الله، واليمن هو اليمن السعيد، يبقى سعيد دائما إن شاء الله. شكرا لكم. إذن شكرا لكم أنتم أيضا أيها الأخوة المشاهدون الكرام على طيب متابعتكم. نلتقيكم إن شاء الله في حوارات أخرى مع مستجدات الأحداث. في أمان الله.